السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية الإخوان والأخوات. هذا الأبر أو البئر كان في دوار توكنيتين واللي كتسير واحد الجمعية صغيرة اللي حديثة النشأة، أنها الله بدات الدراري ديالهم الله بداو وكيستنجدوا بالمحسنين، الله يجازيكم بخير أنهم صرفوا بما فيه الكفاية على هذا الناس وسميتو باش يوفروا لهم الماء الصالح للشرب. وكنتمنوا من الله عز وجل ومن المحسنين ومن الشباب عامة من أي منطقة في المغرب أنهم يتساعدوا مع هذه الجمعية بمساهمات مالية ومعنوية باش أنهم يوفروا لهذه الساكنة الماء الصالح للشرب، حيث أن الساكنة ما مستفداش من حتى شي قناة ديال المياه من شي منطقة أخرى، عندها غير آبار عادي في البلاد هي كتستفد منه وماشي صالح للشرب 100%، غير أنهم للبلاد ولفوه وكيشربوا هاد الماء رغم الملوحة، إلا أنهم ما عندهمش بديل كما كتلاحظوا معايا هالآبار. والجمعية راهي بسيطة بسيطة والناس كتحفر وكتقاتل مع الزمان، عندها محرك بسيط، كانها محرك بسيط هو اللي عندها في البداية ديالها، كيتقاتلوا الشباب بعضياتها في التدارو وكنستنجدوا بجميع الشباب أي مكان، جزاكم الله بخير.